السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على جزء من طريق السيار شرق غرب المتواجد ما بين ولاية طارف وولاية عنابة، وبالخصوص ما بين بلدية درعان وبلدية بوتلجا على مسافة 52 كيلومتر. وهذا المقطع تم الانتهاء الاشغال منه هذا الاسبوع الماضي، وسوف يدخل في حيز الخدمة يعني عن قريب. اذا نروح نشوف المقطع هدايا الصور تاع جوجل، ان شاء الله تكون عندنا صور حديثة على المقطع هدايا. ونخص بالذكر انه جاني مقطع صور جديدة فيديو على المقطع هذا، سوف نشاهد الفيديو هذا في اخر من نشوفه هنا على الصور في جوجل ايرث، ثم نعرض عليكم الفيديو هذا تاع الطريق الجديد نتاع سيار شرق غرب في جزئه في متواجد في أقصى شرق الوطن. وهنا نشوف بلدية بوتلجا هنا، ونشوف هنا الطريق بالأبيض، هذا هو طريق السيار اللي راه موضوع الفيديو تاع اليوم. إذن هذه هي، هنا رانا بلدية بحيرة الطيور. وإذن هنايا هذه هو جزء منا، عندنا الجزء هذا يمتد على مسافة 52 كيلومتر ما بين بلدية الدرعان هنا في ولاية عنابة وبلدية بوتلجا، إذن على امتداد 52 كيلومتر. وهنا على حسب ما نشوف الصور تبدو شوية قديمة، لأن في الصور يظهر أن الأشغال ما زالت في هنا في الصور. ونشوف بعض الأجزاء فيها أشياء كما الجزء هذا مكتمل، لكن على حسب ما يبدو أن الصور تعتبر قديمة. على أي حال، هي على حسب التاريخ هنا عندها أكثر من 6 أشهر، لكن معليش، حنا نروح للفيديو ونشوف طريق مكتمل في هذا الجزء هذايا بمعايير تقنية عالمية بأروقة 3 أروقة في 2. ونخليكم مع الفيديو هذا، والسلام عليكم.